أغلبية الناس في فاز الشتاء كيمرضوا بالزكام. ممكن تقوية المناعة ضد الزكام بطرق طبيعية، لذلك فالمختصين في التغذية كامل ريم الحلو كتنصحنا التناول بعد هاد الأغذية الطبيعية. اولا اللي كنصح به هو لو بويون دو بولي. فعلا لا سوب ديال الدجاج حنا كنعرفوا ان سي اون غوسيت قديمه ديال لي غران مير، ولكن فعلا علاش لو بولي سبيسيالمون؟ حيت فيها لا فيتامين بي 9. طعم ثاني هو الثوم. الوغ الثوم علاش؟ الثوم سي لا بروميير سورس دو فيتامين ا اللي هي ستيمولانت ديال ليمونيتي، يعني كتحيي المناعه اللي حنا كنحتاجوها وكنبغيو نجددوا المناعه ديالنا دائما بحال الثومه ولو رومارين اللي هو اليازير. هادو من الاطعمه القويه اللي خصنا نحافظوا عليها. الطعم الثالث هو لو جينجمبر، هو السكينجبير. السكينجبير مهم جدا، حتى هو نقدروا ندخلوه في لي سوب، نقدروا نديروه سو فورم دانفوزيون. دونك السكينجبير من اقوى الاطعمه اللي هي ضد الزكام. الحاجه الرابعه لو بواسون، الوغ السمك، لانه كيحتوي على لي زوميغا 3. حنا كنعرفوا لي فيرتو ديال لي زوميغا 3 ولا الفوائد ديال لي زوميغا 3 اللي هي مهمه للجسم كامل، لا سواء من الشعر، من لابو، من الكبده، من ليمونيتي، اي حاجه لي زوميغا 3 كتانترفيري فيها. من غير بروتينات اللي في السمك كنلقاو بروتينات اللي موجودين في اللحم، الدجاج والبيض، اللي غنيين بالحديد واللي كيساعدونا على بناء الجسم، بالاضافه الى انهم سهلين في الهضم، كيحافظوا على الطاقه ديالنا وتقويوا المناعه. الاهميه ديال لي فروي اي ليغوم، وخاصه اللي كتحتوي على لا فيتامين سي، ولا فيتامين سي كنلقاوها خاصه في لو سيترون، في الكيوي، في الفريز، في الليمون. دونك هاد المواد هادي نحاولوا نكونسوميوها بزاف. علاش؟ لان لا فيتامين هي المحور ديال لا فيتامين سي. وناخذوا لي انفوزيون، الماء ولو تي، هادو ولا تي سبيسيالمون لو تي فير، يعني الشاي الاخضر منصوح به هو، والتحضيرات نقدروا نديروا فيهم عاوتاني، نرجع لو جينجمبر ولي جو. العصائر هير ما تكون ناتوريل، من الاحسن العصير ما يكونش محلى بالسكريات، دونك نحاولوا نخليوه يكون طبيعي. ممكن نخلطوا الخضر والفواكه للحصول على العصير غني بفيتامين سي وباش نسترجعوا الطاقه. كاينه ايضا وصفه اخرى متكونه من سكينجبير، العسل والحامض. هذا الخليط تثبت القدره ديالو على انه ضد فيروسات، كمطهر ومنعش.